عندي هنايا كيف ما كتشوفوا معايا مطيشه من بعد ما سلقتها. انا غادي نوريكم، انا سلقتها والقشره ديالتها غير مغسوله وسلقتها. غادي ندوزو باش نطحنوها. كنديرش فيها الماء بزاف ملي كنغسلها، كندير فيها غير ربع كاس ديال الماء حيت هي اصلا كتطلق الماء ديالها. من بعد ما طحنتها عندي هنايا شي شويه ديال القزبر والكرافس والمعدنوس، وعندي هنايا بصله. بصله في هذا الحجم هذا انا غنوريها لكم، كانت بصيله صغيره في هذا الحجم هذا. هذا الشكل اللي انا قررتها به هو هذا. غادي ناخذ نفس الكاس اللي انا طحنت فيه المطيشه ديالتي، غادي نخلي تقريبا في الكاس ديالي تقريبا انا عبرت بمغرفه، خليت مغرفه ونص ديال المطيشه مطحونه، وغادي نزيد عليها هاد القزبر والكرفس والمعدنوس، وغادي نزيد عليها هاد البصله هادي، وغادي نرد معها ثاني نطحن. كيف ما كتشوفوا معايا البصله انا ما مشلطهاش، خليتها بحال هكا طويله. بالنسبه للقزبر حتى هو والكرافس والمسائل اللي عندي هنايا تما هما مقرضاهم شي طروفه، خليتهم كبارين لحقاش اصلا غنطحنهم هنا في الماكينه. من بعد ما طحنا ديال كيف ما كتشوفوا معايا تا هما غادي نزيدو مع داك المطيشه الاولى اللي طحنت غنديرو في الكوكوت. بالنسبه للمقادير عندي هنا كيف ما كتشوفوا معايا العدس، وعندي الفول ماشي بزاف غير واحد شي شويه، غسلتهم. دابا غادي نزيدو حتى هما يعني المطيشه ديالتنا والقزبر والمعدنوس والبصله. وبالنسبه للعطريه، بالنسبه للعطريه عندي هنايا معلقه ديال القرفه، عندي الابزار، عندي سكينجبير، وعندي خرقوم صفر، وعندي الملحه معلقه 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 كامل معلقه صغيره، وعندي ربع كاس ديال الزيت. المطيشه ديالتي ها هي، غادي نزيد عليها العدس والفول اللي عندي، كذلك غادي نزيد عليها العطريه، وغادي نضيف الزيت. غادي نضيف البصله ديالنا، غادي نحركو هادشي هذا، وغادي نديرو فوق البوطا ونخليو الماء تكون مهيله حتى يطيب لينا. من بعد ما خلط لينا كلشي دابا غادي نديرو فوق البوطا. بالحريره هادي الحريره ديالنا كيفما كتشوفو معايا، دابا من بعد ما طابت فهي ولات واجده، خاصني غير ندورها. مكتشوفش كيفما سبق ليا قلت لكم مكتاخدش لنا بزاف ديال الوقت. كيفما كتشوفو معايا الحريره هي هادي، غادي ناخد كاس ديال الماء غادي ندير فيه معلقه ديال النشا، وغادي ندور يعني ندور صافي كامل. ثم نحرك فيها، متنحوش نهائيا من التحراك باش ديك النشا ما تجمعش ليا في القهوه تكتر. ملي كنكونو كندورو حنا كنحسو بان الزيت كتقال معانا، ما كتبقاش مخيه. ملي كنحسو بها تقاد صافي تنحيدو تنشوفو كيفاش كتجي. درت معلقة كبيرة من ديال النشا وكاس ديال الماء، هاهي اختارت لينا. تناخد مارينيكس ديالي ولا الطاحونة ولا داكشي لي عندكم، تنقطع فيها واحد شي شوية ديال القزبر ماشي بزاف، غادي نضيف ليه واحد ربع كاس ديال الماء، غير واحد شي شوية غير باش يطيح ليا شي شوية ديال القزبر، وغادي نديرو فوق الحريره ديالنا. كيف ما كتشوفوا معايا انا دابا ضايفه عليه الماء. كيف ما كتشوفوا معايا انا ما درتش عليه بزاف، درت غير القياس. ها هو من بعد ما طحنتو غادي نخويو على الحريره كيف ما سبق ليا قلت لكم باش يعطي داك النكهه، ما كنطيبوه شي بزاف. الحريره دابا صافي راه غلات لينا، قررنا نطفيو عليها غير باش يعطينا ملي نكونو تنشربو فيها هذيك النكهه ديال القزبر ولا الكرافس ولا المعدنوس، داكشي اللي عندكم نتوما اللي بغيتو تضيفوه فيه.
كيف ما سبق لي قلت لكم ما تنقويوش بزاف، كندير غير واحد شي شويه ديال الماء. انتما كيف ما كتشوفوا كاس صغير عطاني غير ربع ديالو فيه القزبه. دابا غادي نضيفو باش نحركو. كيف ما كتشوفوا معايا راه ما كنضيف لا مطاشم ديال الحوك، ما يعني لا صلصه ديال المطاشم، كنضيف لها حتى شي حاجه غير المقادير. في الاخر زدت ليها النشا باش دورتها ودرت فيها شويه ديال القزبه، حيت انا كتعجبني يكون فيها هذيك النكهه ملي كنت نشرب فيها. هذا هو الشكل ديالها تما. خليوها بيت ما هي، راه كتجي بحال الشكل ديال الحيره العاديه. شوفوا معايا كيف ما كتشوفوا معايا، هي بدات كطلع فيها الغليه. نخليوها تطلع فيها الغليه مزيان من بعد نطفيو عليها. كيف ما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي، هذا هو الشكل النهائي ديال الحيره ديالنا. شوفوا معايا كيفاش كتجي، راه باقا سخونه كيف ما كتبان لكم، كتجي زوينه بزاف. ما فيها شي شي مطاشه لي معلبه، ما فيها حتى شي حاجه يعني مواد طبيعيه كلها 100%، متواجده عندنا بطبيعه الحال في جميع البيوت. نتمنى الفيديو ان شاء الله باذن الله يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش الاشتراك في القناه ديالي ودعموني بلايك واش وصلكم كل ما هو جديد. بالنسبه للناس اللي ما مشتركش يدخلوا يشتركوا. كيف ما تنقول لكم دائما، اي واحد عنده اي تساؤل ولا بغى يعرف شي حاجه ولا بغى شي طريقه ندير شي وصفه ولا باغي يعرف شي وصفه، يدخل عندي الانستغرام ديالو. كل الانستغرام ديالي عفوا راه فيه نفس البروفيل اللي كاينه في اليوتيوب، كلهم ما يخصهم هذا السيلياك، وانا مستعده نجاوب على اي سؤال.